خش في اي هدوم ولا اي حاجه تعال. الو السلام عليكم. خلي بالك وعلى الباب دي ياخدك وينزل. انا ما اعرفش والله. انت بتعمل ايه؟ اللي لبحني جنبه بتقلب غير كده ما اعرفش. وعربه بطفو بقولك عربه بطفو معاه. مطلوب انك تشيل حتى نجيب اللوطه ونسيب الجنب. اه المعديه اتقلبت كلها بالناس اللي عليها. اه لو اللودر جه اللودر هيشد العربيات دي اصلا. ده هنشد معاه. اللودر هو اللي هينزل مش هيلعب. مش عارف مش هيقدر يشدها. عايز دي العربيات. اه ما انا بقول كده. اللودر اللي هيشدها. اه ميه. ايه العربيات خلاص نزلت. السلام عليكم. العربيات غطست تحت. سريع في مبركات. العربيه معديه معديه اتقلبت بعربيه. رنينا والله. رنينا عندنا بتعدي البحر. ايه؟ اه فيها عربيات مش عربيه. قول لي فيها عربيات يا باشا. العربيات غطست تحت دلوقتي. الناس اللي بتحاول تبص في البتاع العربيات غطست تحت. بص يا كابتن انا عايزك تروح تلف في الناحيه الثانيه كده. معديه بتعدي البحر. بتعدي عربيات. بتعدي عليها عربيات نقل. مكانها قدام كار الجيش. طيار الميه جامد. طب ماشي شويه كده يا باشا. طيار الميه جامد. اه لا هو طيار جامد. لا ما احنا بعدنا عربيه جنبه. اشمعنى المكان ده بس يعني؟ اللي حلواني بتكيل. ما اعرفش الناس اللي كانوا فيها اللي طلعوهم ازاي. عربيات ثلاث اربع عربيات يا ريس. قول ثلاث اربع عشان ينجزوا. ثلاث اربع عربيات. اللي طلعوا اثنين مش عارف ايه الناس. والباقي كله تحت لسه. هو بيكلمك ولا بيعمل معاك يا باشا؟ اه بيكلمني بس عشان الجماعه بتوع ال بتوع الانقاذ هم طلعوهم. بتوع الانقاذ طلعوهم؟ طلعوهم؟ جايين في السكه؟ ماشي. لا ده دي حتى جاي حكي. انت عربيتك معاهم ولا حاجه؟ الحمد لله تمام. لا مش يلا بينا يا جماعه. يلا محمد. ايه يلا ميخا.